الفصل الثاني، القانون الدولي الإنساني، قانون حمائي منظم للعمليات العدائية. يقوم القانون الدولي الإنساني على مبدأ التمييز بين المقاتل وغير المقاتل، ويوفر حماية قانونية لغير المقاتلين وللممتلكات ذات الطبيعة المدنية، هادفا لإقامة التوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية. التمييز بين المقاتل الشرعي، المقاتل غير الشرعي، وغير المقاتل. يقوم هذا التقسيم أو التمييز على أساس تحديد مفهوم المقاتل الشرعي، بحيث يتميز عن الفئتين الأخرتين من المقاتلين. ويعرف المقاتل الشرعي بأنه الشخص الذي يشارك بصفة مباشرة في العمليات العدائية، فهو يمتشق السلاح ويستخدمه، وهو بذلك يشكل هدفا عسكريا مشروعا للعدو، ويحظى بصفة أسير الحرب إذا ما تم اعتقاله من طرف العدو، بحيث يجب تحريره وإعادته إلى موطنه فور انتهاء العمليات العدائية. أما غير المقاتلين فهم أساسا المدنيون، ممن لا يشاركون في حرب عصابات أو يهرعون للقتال ضد غزو خارجي مثلا. والطواقم الصحية والطبية، وإن شكلت في كثير من الأحيان جزءاً من القوات المسلحة النظامية، ولا يمكن بأي حال استهداف أفراد الطواقم الطبية إلا إذا تبين مشاركتهم في العمليات العدائية، حيث يصبحون في هذه الحالة أهدافاً عسكرية مشروعة. وفي حالة القبض عليهم يجب إطلاق سراحهم فوراً، إلا إذا ما احتفظ بهم من أجل إسعاف ورعاية ومساعدة الأسرى. وغير المقاتلين أيضا هم الصحفيون ومراسلو الحرب، حيث يتمتع المراسلون الحربيون وهم الصحفيون الذين يرافقون القوات المسلحة خلال النزاعات لأحد الأطراف بصفة أسرى الحرب في حالة وقوعهم في قبضة العدو. أما المقاتلون غير الشرعيون فهم المدنيون الذين يشاركون بشكل مباشر في العمليات العدائية، بحيث لا يكونون أو لا يحملون صفة الجندي، وإنما هم مدنيون قد يشاركون تطوعا أو برغمة منهم أو بتنظيم ما في العمليات العدائية. على أن هؤلاء المدنيون الذين يشاركون في العمليات العدائية يجب أن لا يكونوا من هؤلاء المدنيين الذين يهرعون لمقاومة غزو خارجي، ففي هذه الحالة سيعتبرون مقاتلين شرعيين. ومن جملة المقاتلين غير الشرعيين المرتزقة والجواسيس والمخربون الذين لا يرتدون الزي العسكري الذي يميز الجيش النظامي لدولتهم. من المبادئ الراجع للقانون الدولي الإنساني أيضا التوازن بين الضرورة العسكرية والاعتبارات الإنسانية كما ذكرنا سابقا. فيتوجب على أطراف النزاع المسلح في جميع الحالات، وسواء تعلق الأمر بالعمليات البرية البحرية أو الجوية، أن تقيم التمييز بين الأفراد المقاتلين وأولئك من غير المقاتلين من جهة، وبين المنشآت العسكرية أو ذات الطبيعة العسكرية والاستخدام العسكري وتلك المدنية، وأن تقيم
الاعتبار اللازم لفئات الأشخاص والممتلكات أو المنشآت التي تحظى بحماية القانون الدولي الإنساني. يكون على أطراف النزاع استخدام القوة الضرورية فقط لإحراز هدف القتال، وهو الانتصار على الخصم وشل قواه. فإذا ما تم ذلك تصبح الأعمال الأخرى دون مبرر من مبررات الضرورة العسكرية. وتتضمن الأهداف العسكرية المشروعة المقاتلين الشرعيين والمقاتلين غير الشرعيين ما داموا قادرين على المشاركة المباشرة في القتال، والأهداف العسكرية الصرفة من مواقع ومنشآت عسكرية أو قطع ومركبات عسكرية وأسلحة وأي أدوات وأشياء ذات استخدام حربي. ويعرف الهدف العسكري بأنه الشيء الذي يساهم مساهمة فعالة في العمل العسكري، سواء كان ذلك بطبيعته أو موقعه أو غايته أو استخدامه، بحيث يحقق تدميره التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليه أو تعطيله أو إعطابه في الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية أكيدة. الفصل الأول: القانون الإنساني، التعريف، التطور، المبادئ العامة. القانون الدولي الإنساني هو قانون يعنى بتنظيم الحرب والنزاعات المسلحة، وله مصادر مختلفة ومتنوعة، كما يقوم على مجموعة من المبادئ العامة التي يتوجب على أطراف المجتمع الدولي احترامها والعمل على إنفاذها وتطبيقها. فيما يتعلق بتعريف القانون الدولي الإنساني، فيمكن تعريفه بأنه ذلك الفرع من القانون الدولي العام الذي يتشكل من القواعد المتضمنة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والقواعد العرفية الدولية، والذي ينظم سير العمليات العدائية خلال النزاعات المسلحة، باحثا عن إقامة التوازن اللازم بين الضرورات والمتطلبات العسكرية من جهة، وبين الاعتبارات الإنسانية. وتعرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر القانون الدولي الإنساني بأنه مجموعة القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويعرف القانون الدولي الإنساني في تسميته بأنه قانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة. ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بالأعمال العدائية، كما يقيد وسائل وأساليب الحرب، وهو جزء من القانون الدولي الذي ينظم العلاقات بين الدول. خلال العمليات المسلحة هناك ضرورة لأخذ الحياة الإنسانية وما يتعرض له الإنسان من معاناة وآلام بعين الاعتبار، فلا يجب أن تبرر الأهداف والضرورات العسكرية خرق مجموعة القواعد المنظمة للنزاعات المسلحة التي يقرها القانون الدولي الإنساني. وعلى العموم يتم التفريق في النزاعات المسلحة بين تلك الموصوفة بالدولية، وهي تلك التي تجمع طرفين أو أكثر من الدول أو المجموعات النظامية التي تكون عابرة لحدود الدولة، بمعنى أن هذه الحرب تكون عابرة لحدود الدولة، وبين تلك النزاعات المسلحة الموصوفة بغير الدولية، وهي التي تتم داخل إقليم دولة بعينها، كالحرب الأهلية مثلا التي تواجه فيها القوات الحكومية معارضة مسلحة مثلا.
على أن الاضطرابات الداخلية أو النعرات القبلية التي قد تستخدم فيها الأسلحة لا تعتبر نزاعات مسلحة غير دولية. وعلى كل حال، ثمة خلافا فقهيا وجدلا في تكييف النزاعات على كونها دولية أو غير دولية. فيما يتعلق بالتسمية، يعتبر مصطلح القانون الدولي الإنساني أو قانون النزاعات المسلحة تعبيرا بديلا لمصطلح قانون الحرب الذي شاع وساد استخدامه إلى غاية وضع ميثاق الأمم المتحدة عام 1945. وبالنظر لتحريم الأمم المتحدة الصريح للحرب، استخدم الفقه اصطلاح قانون القانون استعمل الفقه قانون النزاع المسلح بدلا من قانون الحرب باعتبارها تسمية تبدو أكثر ملائمة وانسجاما مع التحول في النظرة الدولية للحرب والتطور الذي شهدته نوعيات النزاعات المسلحة. وفي أعقاب الإعلان الذي أصدره المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران في سنة 1968، تأثر هذا الفرع من القانون بالحراك النشط لمنظمات حقوق الإنسان، حيث كان لارتباط مضمونه بفكرة حقوق الإنسان أثره الواضح في إطلاق الفقه الدولي لاصطلاح القانون الدولي الإنساني على هذا الفرع من فروع القانون الدولي باعتباره الفرع الثاني للمنظومة القانونية الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وهكذا تستخدم عبارة القانون الدولي الإنساني من أجل التركيز أكثر على الاعتبارات الإنسانية خلال الحرب، وهي دارجة أكثر لدى المنظمات غير الحكومية والفقه والحقوقيين، في حين أن الأوساط العسكرية والاستراتيجية تميل إلى استخدام تعبير قانون النزاعات المسلحة للتركيز أكثر على الجوانب المتعلقة بسير العمليات العدائية وعلى الجوانب المشروعة وغير المشروعة خلال سير العمليات العسكرية، دون أن يعني ذلك بالطبع استبعاد أو عدم أخذ الاعتبارات الإنسانية بالحسبان. فتضمن ذلك القانون لقواعد تنظم سير العمليات العسكرية والأعمال العدائية إنما يهدف بالدرجة الأولى إلى الحد من معاناة الإنسان خلال النزاعات المسلحة. وفي المقابل، تم الاستغناء عن عبارة قانون الحرب التي تتضمن النزاع الذي ينشب في العادة بين الجيوش والقوات النظامية التابعة للدول في الوقت الذي تعرف فيه النزاعات المسلحة تنوعا، بحيث اندمجت فيها جماعات مسلحة غير نظامية، لا سيما فيما يعرف بالنزاعات المسلحة غير الدولية أو الدولي أو الداخلية، بل أن النزاع قد ينشب أحيانا بين الجيوش النظامية للدول من جهة والتنظيمات أو الميليشيات المسلحة غير النظامية عبر الحدود مع دول أخرى. وكان لارتباط القانون الدولي الإنساني بالعديد من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان التي يمكن أن تنطبق خلال النزاع المسلح، وبقانون التسلح الذي يحد أو يحظر الاستخدام لأنواع من الأسلحة خلال النزاعات، أثر هام في تطور القانون الإنساني وتدعيم قواعده. وتبقى صيرورة التطور البطيء لآليات تنفيذ القواعد القانون الإنساني وضمان التزام الدول وأطراف النزاع بتلك القواعد
بالإضافة إلى آليات ملاحقة المسؤولين عن الانتهاكات ومكافحة الإفلات من العقاب، من المسائل الأساسية في مسار تعزيز تطور القانون الإنساني مستقبلا. ويواجه القانون الدولي الإنساني تحديات جمة، لا سيما في أوقات النزاعات المسلحة، وهو أمر مفهوم بحكم أن هذا القانون جاء أصلا لتحقيق توازن يبدو هشا بين المتطلبات العسكرية للدول خلال الحروب وبين حماية الأشخاص غير المشاركين في القتال. ورغم أن الأغلبية الساحقة من دول العالم وقعت اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الإضافية، إلا أن الحروب ظلت تتسبب في مآسي جمة للمدنيين الذين يشكلون في حالات كثيرة أغلب ضحايا النزاعات المسلحة. إلى جانب ذلك، يظل الغموض بشأن النزاعات الداخلية أو غير الدولية قائما، فعدا عن الصراعات بين الدول فإن الاضطرابات الداخلية تشكل هي الأخرى أحد التحديات الكبيرة للقانون الدولي الإنساني بحكم غموض نصوصه في هذا الباب، فهو يوكل تناول مثل هذه الاضطرابات للقوانين المحلية من منطلق الحفاظ على سيادة الدول، ولا يدخلها في نطاق اختصاصه إلا إذا كانت تنظيمات مسلحة هي التي تقوم بقيادة الاضطرابات أو التمردات ضد النظام السياسي القائم. على أن التطور الذي شهده ويشهده القضاء الجنائي الدولي قد يكون من شأنه أن يسد جانبا من هذا الغموض، كونه يشمل النظر في جرائم غير مشمولة بشكل واضح بمقتضيات القانون الدولي الإنساني من قبيل بعض أشكال الجرائم ضد الإنسانية. دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والحركة الدولية للصليب والهلال الأحمرين. كان للجنة الدولية للصليب الأحمر دور هام في تطور قواعد القانون الدولي الإنساني منذ نشأتها في عام 1864. إنها منظمة دولية غير حكومية، ولكنها تحظى بامتيازات خاصة تجعل منها منظمة ذات طبيعة خاصة، فهي تحظى بصفة مراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتعترف لها الاتفاقيات بالمبادرة خلال النزاعات المسلحة، كما تلعب دورا أساسيا في صياغة الاتفاقيات الخاصة بالنزاعات المسلحة، أي في وضع قواعد القانون الدولي الإنساني ذاته. وللجنة الدولية للصليب الأحمر الشخصية المعنوية الدولية التي تخولها لعب دور هام في النزاعات المسلحة، وتشارك في المباحثات الدولية الخاصة بالنزاعات وتقديم المساعدة الإنسانية. أما الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر فهي فيدرالية تجمع جمعيات وهيئات الهلال الأحمر والصليب الأحمر في الدول المختلفة، وهي تؤدي أدوارا إنسانية هامة في أوقات السلم والحرب بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتشكل كل من اللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ما يسمى بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، وتنسق أعمالها بشكل دوري. وتقوم الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر على مبادئ عامة تتمثل أساسا في مبدأ الإنسانية، وهو مبدأ يقضي بأن نشاط الحركة الدولية
للصليب الأحمر هو نشاط إنساني لا يعرف التمييز والتحيز، مبدأ عدم التمييز، حيث لا يقوم أي تمييز في نشاط الحركة الدولية للصليب والهلال للهلال الأحمر عفوا للصليب الأحمر والهلال الأحمر، لا يقوم أي تمييز بسبب اللون، العرق، الجنس، الانتماء إلى طرف في النزاع المسلح، ويكون المعيار الوحيد هو الحاجة إلى المساعدة. مبدأ الحيادية، ويعني ذلك أن الحركة هي محايدة في النزاع المسلح ولا تهتم بالمسؤولية عن النزاع، وإنما بالأوضاع الإنسانية إبان النزاع المسلح، وعلى أساس ذلك تقدم المساعدة. مبدأ الاستقلالية، ويكون تجاه الحكومات المختلفة وبصفة خاصة تجاه أطراف النزاع المسلح. مبدأ التطوعية، وهو يسري على العاملين في المجال الإنساني. ثم مبدأ الوحدة، معنى ذلك أنه في كل دولة لا يجب أن توجد إلا جمعية واحدة للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر. وأخيرا مبدأ الكونية، ويعني أن نشاط الحركة يشمل العالم بأسره دون استثناء لمناطق بعينها.